الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الإنسان التوت الأخضر في المنام، رؤية الرجل للتوت الأخضر في المنام علامة على وجود أشخاص محيطين له يتمنون له الشر والسوء، والله أعلم. ومن يرى في حلمه التوت الأخضر علامة على الأمور الصعبة والاضطرابات التي توجد في حياته خلال هذه الأيام. رؤية التوت الأخضر في المنام علامة على صلاح الأحوال بعد ذنوب ومعاصي كبيرة كان يقوم بها صاحب الرؤية. رؤية التوت الأخضر في المنام علامة على الشدة التي يمر بها صاحب الرؤية، ولكنها ستنتهي بإذن الله قريبا. تدل رؤية أكل التوت الأبيض في المنام علامة على الزواج القريب لصاحب الرؤية. إذا رأى الرجل التوت الأبيض في المنام علامة على العلم الكبير والمنصب العالي الذي يحصل عليه هذه الأيام. رؤية أكل التوت الأبيض في المنام إشارة على الأشياء السعيدة القادمة لصاحب الرؤية بشكل كبير. أما رؤية التوت الأحمر في المنام علامة على المنصب العالي الذي يصل إليه صاحب الرؤيا. ومن يرى في منامه أنه يأكل التوت الأحمر علامة على الارتباط أو الخطبة القريبة، والله أعلم. حلم التوت الأحمر في المنام علامة على الأموال الوفيرة التي يحصل عليها صاحب الرؤيا. رؤية التوت الأحمر في المنام علامة على المستقبل الوفير القادم لصاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية شجرة التوت في المنام علامة على شخصية صاحب الرؤيا أنه شخصية صالحة ويحب الخير للناس. رؤية شجرة التوت في المنام علامة على زواج صاحب الرؤيا قريبا. شجرة التوت في المنام علامة على الأسرة السعيدة الهادئة. رؤية شجرة التوت في المنام إشارة على الخيرات القادمة لصاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم.